يقول: كثر كتابة حقوق الطبع محفوظة على كثير من الأشرطة الإسلامية، فهل هذا من كتم العلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الفقراء لا يستطيعون شراء بعض هذه الأشرطة العلمية، فهل هناك بأس إذا نسخ بعض هذه الأشرطة؟ لا، ما يجوز هذا، هذه حقوق لأصحابها، هذه حقوق لأصحابها، فإذا كانوا يمنعون من هذا فلا تأخذ حقهم، وإذا كان عندك نية خير ونفع لهؤلاء الذين لا يستطيعون شراءها اشترها ووزعها عليهم، اشترها من مالك ووزعها عليهم، كتب أو أشرطة. نعم.